مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في مع بدايه هالاسبوع، وطبعا كلنا ننظر الى قصر بعبده حيث يعقد الاجتماع الامني يلي من المتوقع انه يصدر عنه من بعد الاطلاع على التقارير الامنيه حول الاحداث يلي حصلت خلال التظاهرات يلي كانت عم بتصير. بالطبع اليوم عم ينحكى انه يكون في اجراءات ستتخذ، اولا الشق الاول بحمايه المتظاهرين السلميين، وبالتالي حمايه الممتلكات خصوصا بالمناطق أو بالمؤسسات أو بالأماكن يلي عم تشهد تحركات. نحن أكيد بنستنكر كل شيء حصل، وهيدا مش اللبناني وهيدا مش الثوار الأنقياء، يعني إذا في ناس حاولين هن يخربطوا البلد بدنا نقول لهم لا، هيدي الطريق طريقنا وهيدا الرصيف رصيفنا، والبلاطات يلي تقبعوا هودي البلاطات لإلنا، والإنارة كمان والإشارات هيدي الدولة، هيدي نحن بندفعها من جيوبنا للخزينة، يعني عم نخرب حالنا بحالنا. وأنا أكيدة أنه منن المتظاهرين السلميين أو الثوار الأنقياء يلي هن معروف شو هي أهدافهم، بعتقد أكيد وأكيدة أنه مش هن اللي خربطوا كل هالأمور، في طابور خامس عم يشتغل ليخربط الوضع الأمني والاجتماعي، ولا نحن بنقول لهم كفى، ما رح نرضى بهالشي وما رح تقطع علينا. فكلنا أكيد بانتظار هالاجتماع هيدا يلي بده يصير ونتائجه أكيد منتبع على الام تي في مثل العادة. كمان صورة اليوم هي اليوم استثناء صورة اليوم، هلأ بتعرفوا ليه. هالصورة بتجمعني مع دوريس الحاجة اللي تعودته من 7 سنين لليوم، هي تتلقى اتصالاتكم، هي تنسق معي بالبرنامج. دوريس للأسف كان آخر نهار عندها بالعمل معنا بالأم تي في نهار الجمعة، وأنا بحب إلا شكرا باسمكم، وأكيد بدي إلا اشتقنا لك ورح نشتاق لك، ومنكمل البرنامج مع المعلومة. بمعلومتنا لليوم حبيت أكد أنه قضية الطقس عم يتدهور أكثر، رح يصير في برد قارس أكثر مثل ما عرفنا، وبحب أعطي شوي نبذة عن طقس اللي بده يبلش من الليل لبكرة حتى الناس تعرف تاخد احتياطاتها. رح يكون طبعا الطقس رح يشهد انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع استحاب على المرتفعات أمطار وتساقط ثلوج، وبالتالي رح يكون مثل ما قلت تدني بالحرارة. ولما بقول تدني بالحرارة يعني رح يكون في طلب كتير على المازوت على التدفئة، وبتأمل تكون هالمادة هيدي تأمنت لكل اللبنانيين خصوصا بالمناطق الآنية والمناطق الباردة، إن شاء الله تكون تأمن، ما يكون كمان حدا عم يستغل المواطنين بهالمادة الحيوية. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 رح بلش بالمتابعات. بمتابعتنا لليوم تلاقينا اتصالات من الشويفات وتحديدا من خلدي، بيسألونا عن وصلة خلدي عرمون، هالوصلة هادية اللي هي طبعا تأملوا الناس بتزفيتها ما تزفتت لليوم، وكلنا بنعرف لما طريق بتكون مش مزفتة وبهيك تأس شو بيصير بالسيارات وبالناس. وأكيد رح اتطرق كمان للمي، لخط المي مع المسؤول الإعلامي في بلدية الشويفات الأستاذ طارق أبو فخر. يعطيك العافية أستاذ طارق. أستاذ طارق حضرتك معي؟ ألو أستاذ طارق. ليصير معنا الأستاذ طارق أبو فخر على الخط، رح كمل طبعا المتابعات وقول أنه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة اتصل فينا الأسبوع الماضي بقول عن دواء مقطوع بكل البقاع مش موجود منه. لما سألته ما في بديل قال لا ما في بديل، يعني بعدين لما عرفت شو اسم الدواء وسألت صيدلي لأعرف بس شو أهمية هالدواء وليش ما في له بديل، بتفاجأ أنه هذا الدواء مش مقطوع إطلاقا، موجود بكل الصيدليات وبالبقاع كمان، إنما هيدا الدواء ما بينوصف إلا بوصفة طبية لأنه في نوع من ما بدي سميه مخدر بأذر، ما بقول مهدئ
بحب استعمل كلمة مهدئ أكثر. من هيك ما بيقدروا بالصيدليات يسلموا بدون وصفة طبية، فاقتضى التوضيح يعني لهالموضوع. أستاذ طارق يعطيك العافية. يا أهلا، يسعد مساكي وتحية لكل مشاهدين قناة الأمتزي. شكرا لك أستاذ طارق. صراحة عم نتابع مع الناس شكاويهم، فعم بيسألوني لأي متى وصلة خلدة عرمون رح تتزفت. بدنا نقول شغلة، أول شغلة المواطن على حق تحت أي ظرفية، ونحن بداية كبلدية شويفات نتقدم بالاعتذار، بس خلينا نوضح ونعود للمشكلة. نعم. بالنسبة لوصلة خلدي عرمون، هيدي سعى فيها سعادة المحافظ القاضي مكاوي المشكور. نعم. وجاب هذا التلزيم من وزارة الأشغال. نعم. بدورة وزارة الأشغال عطت هذا التلزيم للمتعهد. نعم. بما خص واجبات بلدية شويفات، قامت البلدية بالأعمال من حيث البنية التحتية، عملت السور يعني المشارير ومية الشتي. هلا العاصفة اللي اجت الأولى اللي صار فيها مشكلة هونيك بهي الوسطة، نحن من أنا رفعنا كتب لوزارة الأشغال ووزارة الطاقة وسعادة المحافظ، وأعلننا شويفات بلدة أو مدينة منكوبة نتيجة الضرر اللي لحق فيها، وخاصة بهي المشاريع وخاصة تحديدا بطلعة وسط عرمون ما يسمى بالرمان، يعني وسط خلدي عرمون. نعم. اللي صار انه المتعهد يعني برش الطريق بداية، وبعد منا اشت الأزمة المالية وسحب الآليات تبعه. نعم. بعد منا صار ما يسمى بالطوفان اللي صار عنا بمدينة شويفات وتضررت هاي الطلعة. نعم. هلا لما رجعنا نحن، عبوفر عليك أسئلة يسمعنا هذا المشاهد يعرف. مرسي. لما رجعنا نحن، المتعهد بيقول إن وزارة الأشغال ما وفت معه بالالتزامات المالية. نحن كبلدية شويفات ما لنا سلطة إلا سلطة معنوية، خلينا نوضح. وسلطة رقابة كمان، لأنه لما على نعم. الشغل إذا صح ولا مش صح، حتى ما يصير في مشكلة. ما هي التلزيمات بتصير دون الرجوع للبلدية، خلينا نعم. نوضح هون ونصوت. دون الرجوع للبلدية يعني بتصير نعم. التلزيمات دون الرجوع. هون استثنائيا سعادة المحافظ مشكور، وهو سعى نتيجة يعني ليخفف عباء عن المواطن، وخاصة بهالمنطقة هيدي على أهلنا وناسنا. اللي صار إنه المتعهد ما عم يكفي الشغل، عم بيقول إنه عنده عاملين، العامل المادي والعامل الطقس. يعني هلا نحن ما عم نهرب من مسؤولياتنا، نعرف انه في ضرر كثير على اهلنا وناسنا، نحن عملنا بيان اعتذار للاهل وللي بيسلكوا هاي الطريق. اللي بدي اقول لك اياه انه ان شاء الله نحن باقرب فرصه اذا ما التزم المتعهد، فواجب بلديه شويفات انه تعمل تصليح. استاذ طارق عطينه مهلة بعد للمتعهد، لأنه أنا كم تنكون صريحين كمان بتأس مثل هذا الطقس الماطر جدا، ما حدا بزفتك يعني. نعم. إجمالا إذا كنت مبرشيت ما بدأ إلا زفت، ما بدي أقول توفنان لأنه ما مش هذا الموضوع عندكم. نعم. اليوم هذا المتعهد عاطي وعد بأول يوم شمس مثلا ببلش تسفيت، ولا هيك يعني أنت رح تنتظروا لفترة ما؟ لا، نحن ما رح ننتظر المتعهد، هذا واجب. قلت أنا واجب بلدية شويفات، إذا المتعهد ما قام بواجباته ووفى بالتزاماته مع وزارة الأشغال، نحن كبلدية حنبادر بالإمكانيات المتواضعة عنا، وأكيد نحن نصلح الضرر اللي لحق بشوارع المدينة يعني. نعم. يعني هذا واجب علينا، لأنه بالتسفيت بده يصير بأوقات شمس مش بالشتي، هذا اللي عرفته. طبعا ما فينا نحن هلأ ما فينا نزفت، يعني بنكون عم نضحك على حالنا، ما بينفع الزفت هلأ. بأقرب فرصة إذا المتعهد ما قام بواجباته حنقوم نحن بواجب بلدية شويفات. نعم. بس هيدي من اختصاص وزارة الأشغال، وهي اللي لزمت المتعهد، والمتعهد ما وفى يعني. نعم. إلا ظروف مالية والطقس يعني. نعم. الظرفين عنده هو. نعم. في شغلة تاني بحب أسألك عنها لأستفيد، لأن كمان بدي أسألك بموضوع خط المي يلي كمان بحب أعرف. نعم. شو صار فيه. هيدا خط المي اللي هو ما يسمى خط العشرين عنا، اللي هو بيربط الضاحية الجنوبية بخلدة تقريبا. نعم. مثل ما بتعرفي شويفات هي الشريان وصل للمناطق كلها، وخاصة لعاصمتنا الحبيبة بيروت. نعم. هلأ بهذا الخط
هون مجلس الماء والأعمار بدي أنا أوضح شوي معلش للمشاهدين وعبركم أنتو هاي القناة الحرة أنه لزم شركة اسمها SMS الإيطالي. تفاجأنا أنه هاي SMS الإيطالية أفلست لما رجعنا نحن لأنه هي لزمت بدورة شركة هومن اللبنانية. فمن بعد ما أفلست هاي دي ما التزمت بالوعود المالية أو المستحقات المالية للشركة اللبنانية. لما نحن رجعناهم نتيجة الضرر اللي ألحق بالمواطنين وبأهلنا بمدينة شويفات وتضرروا بمساكنهم ومحلاتهم التجارية ونحن كبلدية كمان تضررنا اللي جواب بيكون أنه يقلون عليهم مصاري يعني نحن ضغطنا بهي السلطة اللي عم تحكي عنها حضرتك هي السلطة المعنوية فقط لا غير. فهن وعدونا كمان أنه لأن صار عندهم هن ضغط للخط المي وصار في تلفيس ورجعوا فتحوه من أكثر من محل لحتى يقدروا يعالجوا المشكلة وعدونا هلأ بلشوا هني يجهزوا للتسفيت إن شاء الله. يعني فينا نقول إلى طريق الحل أخيرا يعني رح يكون في حل سريع. يعني أنت بتعرف البلديات ما عندها القدرة أنه هيك مشاريع تغطيها ونحن منتفاجأ أنه يعني إن كان وزارة الأشغال أو مجلس الماء والعمار بيعملوا تلزيمات نحن منتفاجأ نحن أنه بهي التلزيمات فنحن مجبورين نراقب بس نحن ما عندنا السلطة إلا السلطة المعنوية يعني حدا يخبرنا كيف البلدية عندها سلطة ما عم نقدر إلا يكون عندنا نحن مراقبة ومتابعة وإذا حدا قصر عم نرجع نحن نقوم بالإمكانيات المحدودة والمتواضعة ضمن إمكانيات البلديات بشكل عام. يعني أنا بدي أشكرك أستاذ طارق مثل ما قلت يعني صلاحيات البلديات هي صلاحيات صحيح كسلطة محلية تراقب وأكيد يعني في أمور كتير ما بحطوها بجوها هي بعدين بتتحمل النتائج ولكن كمان ما رح نسكت لا نحن ولا أنتو ومن هيك بنقول أنه يعني كان نعم صوتي لصوت المواطن لأنه البلدية هي المواطن هي صحيح المواطن يعني لا ماي لا ماي ولا طريق سالك يعني شو ما بدهم يعني الناس أكيد بدها تصور وبدها تقول طب يا عمي ليش وصلونا لهون ما هي المشكلة اللي عم بتصير نحن مع وجع الناس لأنه نحن من هالناس نحن وياك 100% شكرا لك أستاذ طارق وبتابع أكيد بالمتابعات كتار سألوني لأنه سمعوا أنه أنا حكيت عن الرجي رح تاخد المنتوج التبغ عم يسألوني أي متى يرجع رح أرجع عيد حسب ما صدر عن إدارة حصر التبغ والتنباك أنه رح تشتري أكيد لجان الشراء رح تشتري ابتداء من الأربعة 22 كانون الثاني رح تبلش تتسلم محاصيل مزارعي التبغ بالبقاع لموسم 2019 وهالمحاصيل هيدي ستجرى في مستودعات الإدارة بالبقاع يعني ليلي سألنا تيكون عارف هو بدءا من 22 شهر الحالي. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 باخذ اول اتصال. الو الو اهلا تفضلي بونجور معي خطين على دينتي الو ايه اهلا تفضل الو ايه عم بسمع انت على الهواء او انت على الهواء مش عم بقدر ميز بين صوت مدام ربيكا معك ابو ربيع اهلا ابو ربيع هلا عم بسمعك منيح تفضل اهلا ابو ربيع عم تحكيني من السويد اوكي لا اوكي تفضل مدام ربيكا بدي استجدد بعبر الام تي في نعم نزلنا عم ندفع الماي نزلت مرتي لتدفع الماي 296 طلبوا منها 350 دفعوا وين بي لا لقلك اي متى نزلت امبارح امبارح لانه نزلت من سنه الماضيه ابو ربيع من سنه الماضيه رفعوا تعرفه المي بمياه بيروت وجبل لبنان انت وين دفعت المي بتدفعها وين برج حمود ايه صارت هالقد 350 50 ألف زادوا من سنة الماضي أبو ربيع من سنة الماضي مش جديدة أوكي. يعني هلأ أبو ربيع ما في زيادة جديدة هلأ رفعوا سعر المي من سنة الماضي 50 ألف 45 ألف هلأ جديد ما في هلا بيرجع بدي ناشدك بالشغلة نعم طلعنا على البنك عم نسحب مصاري نعم
عم ياخذوا فايده 10% على الفايده. انا زلمه عمري 73 سنه قابض تعويضي، وتعويضي منه هالتعويض الكبير، منه هالتعويض الكبير. نعم، عايش انا ومرتي لوحدي بالبيت. نعم، عم يخصموا لي من الفايده. والله حرام هالدوله عم تعمل فينا هيك. ليك ما عندي علم صراحة، أول مرة حدا بيتشكى بموضوع الفايدة 10%. بدي أتأكد من هذا الموضوع إذا صادر عن مصرف لبنان أو جمعية المصارف أو هيدا تدبير داخلي بالمصرف. ما بقدر أنا جاوبك هلا لشوف ليه عم ياخدوا 10%. أوكي، بقدر أسأل. بس بحب أقول لك شغلة كمان بموضوع المي، إذا مش قادرين تدفعوها دفعة واحدة ال 350 ألف، في قرار صادر عن مياه بيروت وجبل لبنان بتقسيطها، يعني فيك تقسطها على أربع أقساط بعتقد بالسنة أو قسطين. ما حدا قال لك هيك مبارح ببرج حمود؟ بعده معي أبو ربيع؟ ما عاد معي. على كل حال حاجة أعطي تفاصيل بهذا الموضوع لاحقا لأخذ اتصال تاني. ألو؟ ألو؟ ألو، أهلا، تفضل مسيو، تفضل. ما بعرف شو في مسيو، تفضل، انا عم بسمعك. الو الو، من السويد انا. ايه اهلا، تفضل تفضل، من السويد عم بسمعك. مرعنا اتصال قبلك. ايه تفضل. أوكي. هلا دورك. ايه تفضل. اوكي، بدك تحوليني على الهوا مع انت على الهوا، حضرتك على الهوا، تفضل. صرت على الهواء، تفضل. اوكي، شو عندك؟ إيه، الو مدام ريبيكا، الله معك. اهلا اهلا، تفضل. معك ابو نديم من السويد. اهلا ابو نديم. عندي قصيدة بعنوان انا في قلبي لبنان ولبنان في قلبي. ايه بس يا ابو نديم، الاسبوع الماضي سمعتنا قصيدة، ما في كل جمعة انا اسمع قصيدة يعني. لأنه هذا البرنامج إذا عندك شيء بتحب تعرفه عن لبنان، عندك شيء مشكلة صايرة هون، خدمات عامة ولا شيء. لا 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 لا، أنا كهربتي جاية وميتي ماشي وطرقاتي مفتوحة وكل شيء تمام. بسويد، عندي قصيدة حلوة بدي أقدمها للشعب اللبناني الكريم. ليك لو بتسمح، لأنه البرنامج لهذا الموضوع، بس هلا أنا عم تحكي من السويد، بسمح لك بهيك شقفي منها، شقفي منها، ما أول مقطع. بأمرك بأمرك بأمرك. ما بنزعل حدا بالام تي في. ولبنان في قلبي. نعم. خليك يا ابني بأرضك وهالفوت، وارفع بنفسك ونتعليها، ولو تركت أرض العز رح بتموت ويرجع حمينك لروابيها. جاييك يوم وتحلم التابوت من خشب أرض الرب ساعيها، كل من هجر هالأرض بالصنفوت برحلة سفر والرب راعيها. أبو نديم، حابب ترجع على لبنان ولا بدك تبقى بالسويد؟ والله مبدئياً باقي. وبغربتك رح يبلعك شي حوت، وصعب التآلف مع أهاليها، ولبنان لوحة مصغرة ومنحوت بصورة جميلة. يعني هالشعر الحلو هيدا عم بتشجع اللبنانيين ما يتركوا أرضهم ولا بلادهم. وانت ما بعرف من كم سنة متغرب، من كم سنة حضرتك بالهجرة؟ ما عاد معنا على الخط. اتصال آخر. ألو، أهلا، بونجور. بونجور، في عنا مشكلة بساحل علمة. ايه تفضل. شارع مرجريف. نعم. انا اكتر من شهرين عم نعاني بقصة الكهرباء، بينزل البوست، بيتك البوست تبعون الكهرباء، من بقل الموتور تيحولنا، بقلنا انا ما في يدور لانه شركة الكهرباء هي اللي بتبلغني. دق على شركة الكهرباء، حكي، صرنا حكينا اكتر من شهرين لشركة الكهرباء، يجوا يشوفوا لنا شو قصة البوست، عطول عم ينزل من عشية اكتر شيء، بيقولوا لنا خلص رح نبعث اكيب يجي يشوف شو القصة، وبعدنا لهلا كل يوم بعد يوم عم نعاني ذات المشكلة وما حدا عم بيلاقي لنا حل. لما بيتك الديجونتور بيكون في سحب كهرباء زيادة عن اللزوم، يعني في حدا عم ياخذ كهرباء أكثر من حدا، عم بيطق البوب، يعني عم تطلع طاقة أكثر من حمولة البوست هيدا، من هيك بيطق الديجونتور. هيدا محطوط وين؟ بالبناية عندكم بالشارع وين؟ يمكن ما عاد معي على الخط. ما
هلا انا اوكي رح اسال، بس يا ريت كنت بعرف وين بساحل علما مرجريس، بس هيك خليني اشوف اذا بوست بالحي ولا رح اقدر، ما عندي معلومات رح اشوف فيه اعرف جواب. بس اجمالا لما بتك بوست يعني في مصروف اكثر من الطاقه عم تنسحب من هيك بتك الديجونتور، بس اكيد يعني هيدي حدا من كهرباء لبنان هو المخول لوحده، انه يعني بس مخولين كهرباء لبنان ينزلوا ديجونتور وطلعوا مش كل الناس ولا الموتور. هذا اللي بحب اقوله. كمان اتصال. الو تفضلي. بونجور مدام ربيكا. نعم. انا بدفع فاتوره التليفون كل شهر مع الانترنت، عملتها مقطوعه الانترنت 60، بيطلع علي 82,000. اوكي. نزلنا لندفع من شي جمعه كانوا مسكرين، هلا اجا فاتورتين قالت لي علي 500,000 بالشهرين. فاتورة 500 ليه؟ نعم. مفصلين بال ايه نعم، فاتورتين صاروا لانه كانوا مسكرين صاروا فاتورتين. طيب بس مفصلين، مفصل على شو طالع 500,000؟ طالع على الانترنت، نحن اخذينا مقطوعة 60 حاطين لنا 195 و185. فيك ترجعي تراجعي فيها. فيك هلا اجمالا بلبنان بتدفعي بعدين بتعترضي، ما فيك تعترضي قبل ما تدفعي. هلا دفعتيها ولا لا؟ ما دفعتيها. نحن 82 الواحد بيش عم بيها هيدا. لا اذا انت عملتيها مقطوعية 60 ليش وصلت لل 150 عم تقليلي واكتر؟ بدك تسألي. ايه عملتها مقطوعة انا. بدك تسألي ليش ارتفعت؟ يعني مفروض لما كانت وصلت لل 60 يقطعوا لك اياها او يبلغوك. بيجي اتصال انه انت عم تتخطي اللي انت حضرتك عم تصرفيه. يلي متفقة معنا عليه. لانه بتتخطي 60 بصير غالي، بصير يتفوتر عليك اعلى. عم تفهم علي مدام؟ يعني بدك تنتبهي لقديش عم تصرفي انترنت، بس فيك تراجعي فيها، يوضحوا لك اياها بتقدري. كمان اتصال. الو. اهلا. الله معك مدام ريبيكا. اهلا. وحيد عينك، انا قبل مره اتصلت بحضرتك بخصوص هالمصريات المستحقات، لان نحن من اليوان، وقلتيني برد جواب عليك ولا من الماليه. بعد ما عندي جواب بعد صراحه، ما عندي جواب على الموضوع. يعني ان شاء الله يصير عندي جواب وبعطيكم اياه. في انتم ما عندي جواب، وفي يلي كمان عندهم مشاعات، عندهم عفوا ممتلكات ضمن المخيمات، وبعد لا بياخذوا اجاره ولا بياخذوا شيء. هول الموضوعين بعد ما عندي جوابات عليهم. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وبيخد اتصال جديد. الو. الو. اهلا. معك مصطفى عباس من عكار. اهلا استاذ مصطفى. أنا دافع حق ساعة كهرباء وعشر ما أخذ. أوكي. ومن 2011. أوكي. بعد ما ركبوا لك الساعة؟ وامبارح من أربعة شهور دافع خمس ساعات. أنت حضرتك بتعمر وشي هيك؟ لا أنا عندي مبنى اللي عم عمر لأولادي. أوكي. لحد هلا لسه لا ركبوا لي ساعات ولا ركبوا لي ما أخذ ولا ركبوا لي العمود اللي بدي أحطه للساعات. عندك رقم المعاملة تبعك أو شيء؟ إيه في رقم معاملة، كيف ما في. فيك تعطيني إياها؟ لحظة بس نجيبها إذا بتريدي. وين قدمتها؟ بكهرباء، وين قدمتها؟ بحلبة. بحلبة، أوكي، أعطيني رقم عمول معروف، إذا عندك رقم الطلب تبعك يعني. يلا لجيب الأوراق بس من. لا، إذا بدك تتأخر بنرجع بنحكيك بناخذهم منك، عنا رقمك حضره عندك مصطفى. ايه ونحن رح نتصل فيك بتعطينا اياهم، اوكي؟ طيب ماشي ممنونك. تكرم عينك استاذ، تكرم عينك، باخذ اتصال اخر. استاذ محمد؟ استاذ نعم. تفضل شو عندك؟ عندي في 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 طريق حد جامع مكحل. نعم. ايه شو بو هالطريق؟ هالطريق شو بها؟ كلها جبر، وحكيت مع البلدية مرتين ثلاثة وبعدهم تابع لأي بلدية؟ مكحل ولا وين؟
شو مكحر؟ انت عم تقلش دوحة عرمون. دوحة عرمون انت كمان ضمن المنطقة هونيك. ليك بدي اقول لك شغلة، كل الطرقات المحفرة هلأ حاليا ما رح يصير في تزفيت عليها لانه بالشتي ما بزفتوا، تنكون متفقين على هذا الموضوع. بس اذا كان في امكانية بنهار شمس نهارين شمس يعني يعملوا على القليلة ترميم ترقيع بدك سميتها، تقدر شوي نقطع هالمرحلة. بس انا ما بيمنع انه اسألك عن هيدي الطريق شو وضعه، ليه بعدها محفرة؟ انا بسألك. كمان اتصال بفتكر خلص الوقت. صورة اليوم حطيناها بالبداية، برجع بجدد شكري أكيد لزميلتنا دوريس الحاجة اللي بتمنى لها باسمه باسم كل الزملاء هون كل التوفيق. بشكرها باسمكم كمان على كل الجهود يلي خلال 7 سنوات ببرنامج الحل عنا نجحنا سوا، اشتغلنا سوا، مرينا بتحديات كتير كبيرة، ولكن ولا مرة كنا إلا بخدمة الناس، وخصوصا هي بطول بالها ومهنيتها لدوريس الحاج يلي أنا بتمنى لها كل التوفيق. وبدي أعطيكم موعد بكرة، وأكيد بدي أقول لهم لكارلا ولكورين يلي رح يرفقوني كمان أقول لهم شكرا كمان، وإن شاء الله سوا كمان نقدر نشتغل شغل حلو.